بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. لازلنا في دروس الرياضيات، دروس الرياضيات للسنة الخامسة والرابعة ابتدائي الجيل الثاني. أنا مع درس الكسور، درس الكسور اليوم إن شاء الله عز وجل راح نتكلم على حصر كسر، كيف أحصر كسر بين عددين طبيعيين متتاليين. لاحظ، يعطيك مثل هذا الكسر مثلا 3 على 9، 3 على 9، قل احصر هذا الكسر بين عددين طبيعيين، احصر هذا الكسر بين عددين طبيعيين متتاليين. لاحظ 3 على 9، أول خطوة ندير الرمزين، الرمز أصغر والرمز أكبر. طيب احنا قلنا قاعدة في الكسور، كل كسر بسطه أصغر من مقامه فهو أصغر من واحد، كل كسر يكون البسط تاعه أصغر من المقام معناه هذا الكسر أصغر من واحد. ما معنى أصغر من واحد؟ معنى الواحد كبير عليه، الواحد أكبر منها. إذا هذا الكسر محصور بين الصفر والواحد، لأنه لما نقسم حقيقة الكسر، لما نقسم 3 على 9 تخرج لي 0 فاصل، وهذه 0 فاصل وين تجي؟ تجي ما بين الصفر والواحد. مثال آخر، مثلا 5 على 12، نفس الشيء 5 على 12، أول خطوة ندير الرمزين، الرمز أصغر والرمز أكبر. طيب نرجعوا للقاعدة، كل كسر بسطه أصغر من مقامه فهو أصغر من واحد. ما معنى أصغر من واحد؟ معنى الواحد كبير على هذا الكسر كامل، معنى الواحد كبير عليه. إذا واحد أكبر من هذا الكسر، ما دام صرت الواحد معنى هذا الكسر محصور بين الصفر والواحد. هذه ما معنى عددين طبيعيين متتاليين، الصفر والواحد، 2 و3 4 و5 متتاليين. طيب مثال ثالث، مثلا 6 على 8، نفس الشيء 6 على 8، ندير الرمزين، الرمز أصغر والرمز أكبر. خطوة موالية، البسط راح أصغر من المقام، معنى هذا الكسر أصغر من واحد، معنى الواحد أكبر من هذا الكسر، واحد أكبر من هذا الكسر. ما دام صفر واحد أكبر منه معنى اللي أصغر منه هو الصفر، معناه محصور بين الصفر والواحد. معناه كي نقسم، لما نقسم 6 على 8 تخرج لي النتيجة 0 فاصل، والصفر فاصل وين تجي؟ تجي بين الصفر والواحد. هذه لما يكون البسط أصغر من المقام. طيب الآن لما يكون البسط أكبر من المقام، البسط أكبر من المقام، كل كسر بسطه أكبر من المقام فهذا الكسر أكبر من واحد. عندي مثلا 15، 15 مثلا على 6، لاحظ 15 على 6، أول خطوة ندير الرمزين، الخطوة الثانية شكون لي هنا البسط أكبر من المقام ولا المقام أكبر من شوف؟ البسط أكبر من المقام، ما دام البسط أكبر من المقام معناه هذا الكسر راه أكبر من الواحد، يجي أكثر من الواحد. طيب لما نقسم ما هو العدد اللي نضربه في 6؟ يعطيني 15 ولا عدد قريب من 15؟ عندي 3 في 6 18 كبيرة، 2 في 6 12، 2 في 6 12 يبقى لي 3. إذا 2 في 6 12 معناه الرقم اللي نضربه في المقام نصيب عدد قريب من البسط نديرو في الجهة الصغرى 2. ما دام صرت 2 في الأصغر معناه تجي 3 في الأكبر، لأنه قال لك عددين طبيعيين متتاليين 2 و3، وحقيقة لما نقسم 15 على 6 تخرج لي 2 فاصل 4.
اثنان فاصل في السلم التدريجي وين تجي؟ اثنان فاصل تجي ما بين الاثنان والثلاثة. إذا هذا الكسر محصور بين الاثنان والثلاثة. عندي مثال آخر، مثلا 21 تقسيم ولا 21 على 4، هذا الكسر بسطه أكبر من المقام، إذا هذا الكسر أكبر من واحد. طيب ندير رمزين، الرمز أصغر والرمز أكبر. لما نقسم 21 على 4، ما هو العدد الذي أضربه في 4 يعطيني 21 ولا عدد قريب من 21؟ لأن الكسر حقيقته قسمة، راح نقسم 21 على 4. طيب عدنا 6 في 4 24 كبيرة، إذا 5، 5 في 4 20 ويبقى لي 1، إذا 5. طيب عدد اللي نسيبه اللي نضربه في المقام ونصيبه قريب من البسط نديره في الجهة الصغرى، 5 في 4 20 يبقى لي 1، إذا 5. إذا هذا الكسر محصور بين 5 والستة. طيب لما نقسم 21 على 4 تخرج لي 5 فاصل، 5 فاصل وين تجيب؟ تجيب بين 5 و6، إذا هذا الكسر محصور بين 5 و6، وال 5 و6 متتاليين على طابعين متتاليين. طيب مثال أخير، عندي 29 مثلا على 3، 29 على 3، البسط راه أكبر من المقام، إذا يكون أكبر من الواحد. ما هو العدد الذي أضربه في 3 يعطيني 29؟ طيب 7 في 3 21 صغيرة، 8 في 3 24 صغيرة، 9 في 3 27، 10 في 3 30، 10 كبيرة، إذا 9، 9 في 3 27 ويبقى لي الباقي 3. إذا هذا الكسر محصور بين 7، مو 7 تجي 8، إذا 8، 8 أكبر من هذا الكسر، وهذا الكسر أكبر من 7، إذا هذا الكسر محصور بين 7 و 8. لا، النتيجة تاعو كي نقسم 29 إلى 3 تخرج قلنا 9 ماشي 7، قلنا 9، 9 في 3 27، محصور بين 9 وال 10، إذا 10 أكبر من هذا الكسر، وهذا الكسر أكبر من 9. لما نقسم 29 على 3 تخرج لي 9 فاصل، 9 فاصل وين تجي؟ تجي ما بين 9 وال 10، عددين طبيعيين مثلين 9 و 10. طيب الآن لما يكون عندي كسر مقامه وبسطه نفس العدد، مثلا 4، 4 على 4، 4 على 4 اللي هي 1، احنا قلنا قاعدة كل كسر البسط تاعه يساوي المقام تاعه معناه الكسر هذا يساوي 1، معناه هذا الكسر يساوي 1. طيب شفتوا هذا الفيديو بعض القنوات أستاذ يشرح حصر الكسور، دار هذه 4 على 4 دار هكا محصورة، محصورة بين الصفر والاثنان، قال 4 على 4 تساوي 1، معناها الكسر محصور بين الصفر والاثنان، وهذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه هو قال لك احصر بين عددين طابعين متتاليين، الصفر يجي وراه الواحد ما يجيش الاثنان، إذا هذا راه محصور بين عددين طبيعيين لكن ليس متتاليين، خطأ. إذا 4 على 4 واحد معناه الحصر تاعها تكون 4 على 4 أكبر أو تساوي واحد، أكبر أو تساوي واحد، لذلك هذه ما يمدوهاش الابتدائي ممكن ما يمدوها لهمش، أكبر أو تساوي واحد والاثنان أكبر من واحد، هكا محصور هنا أكبر أو يساوي، لأنه 4 على 4 واحد. تنبيه مهم، لما يقول لك تحصر بين عددين طبيعيين متتاليين معنى عدد اللي يجي من، والعدد اللي يجي من يكونوا متتاليين، اثنان مع ثلاثة، خمسة مع ستة، سبعة مع ثمانية، متتاليين. بارك الله فيكم. في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب وإجابة الفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. لما لديه سؤال أو استفسار أو أي شيء فليتركوا لي في التعليقات وسأجيبكم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل التوفيق.
توفيق لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.